قرايب وأو شعره بكرة تحن وما بها وجدي بوي بقرب بما المعلومة دوائي ملاحظة شوار مالي لا شك أن المتتبع لأوزان الشعر العربي يجدها تختلف في الورود كثرة وقلة على شكل ودانية كسي شوين كوتو يعني أويك بدواء أوزان عربية أقره دسي أكوي يعني أو أوزاني دس أكوي كجاوازيان هي لناويك لورودي كثير قليلة يعني جاري وهي بحري وهي بزوريد ووزن واجه بكميد وقد سبق أن قلنا عن المعري أنه يقول تيبربو كما نقم قل أبو علي معري وكأي أليأو إن أكثر أشعار العربي من الطويل والبسيط والكامل رزوريني شعر عربي كان لمسي بحري وابن بحري طويل وبسيط وكامل وهذا صحيح يدل عليه الاستقراء أمقصي أو درست أو استقراء دلالتك على سري وقد ذكروا أيضا استقراء يعني بشكنيني كلام عرب بناوية أقري أو أني كبناوية قراوي ديوان عربي كان من تفتيش كردوا بو من در كوتوا كزور بي شعر عربي كان أو سي وزنا وقد ذكروا أيضا أن المديد قليل الاستعمال ذكر يعني يقولوا كبحري مديد استعمالي كما لثقل فيه عربي لبر أويك ثقلتي تياه إلا عروضه الثالثة مقر عروز سيهمكي أو زورة الاستعمال كري أغا عروزكي فاعلاتنا ولا ما دي على السيع شن عروزي بو بحري مديد بحري مديد أول بحر بو دو من بو أما بحري مديد وتي وأعارضه ثلاث ونيا العروض الأولى صحيحة أم جارا عروزي دوام محذوفة يعني بتفاعل عروزي سيهم محذوفة مخبونة فعيل حاربي يدوم مجزوي نبو وديارة نازل بويانا نبو بوينها بلي ما أوه كاتع عروسي يعني محذوفي مخبونة أو يزوتها كما ذكروا أن الزجاجة كيف النحوية كان ديارة أو لبواري عروزي شو نزري خاون نزر بوا قال عن المضارع والمقتضب إنهما قليلان جدا في الشعر العربي لباري مضارع ومقتضب وفرمويتي إنهما أودوا بحر كم للشعر عربية باشا كم مقتضبك بمضارعك مقتضب مفعولاته مستفعلون مستفعلون وليوتي ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءا كواتا أمانية ومفعولات مستفعل إذا مستفعلنا السوامكي ركني سوامك مستفعلنا ناتوا أمان يجديار الزيادة هربة تغييرات وهاتون يعني بزحاف عللوشتو مفعولات مستفعل أما أو بحري مقتضب كبو مضارع كشم مفاعيل بو مفاعيل فاعلات مفاعيل يعني دودان مفاعيل من هي فاعلاتني لوستك يا نايا كتيوتي أما وهو يجزأ يا يجزأ وجوبا يعني همشة وله عروض واحد صحيحة كعروض كشيبة فاعلاتنا وكاتب فزهر مفاعيل وتا يسيا مفاعيل فاعلات برام لو شعرك على دعاني لإسعادي باشا بمكفوفي ركنا ولا كشي هنا وكما فاعل يعني يا بيت مثلا مفاعيل فاعلات مفاعل به هاك مله فارسيه مفاعيل فاعلات دوباره مفاعيل فاعلات عربي ولا عربيه او مفاعل كشي هنا لا اخره بو يرى ام مقتضب ام مضارع مقتضبه زور كم للشعر العربيه حتى انه لا توجد قصيده منهما لعربي يعني وجرناك بقصيدة لو دوب حرب وكسك عربي وإنما يروى منهم البيت والبيتاني يعني تاك الشعر دو شعر آوى كذلك بحر المتدارك كفاعل فاعل بو أوش قليل في القديم لذوى كم بو وقلته هي التي حملت الخليل على إنكاره وعدم عده بين بحور الشعر باشا
وكم بونا كيبوا كبوا تبعث وخليل إنكاري كاو نيجميري لا ناو بحر عربي ناو بحر كان الشعرة وإذ ويني وقيل بالي يا أوجارة وإذ بعتوا الأخفشي له أي ولا بقى أخفش ثابت كروه كمان كثيرة بوا أخفش ثابت كروه علينا وإثبات الأخفش له لا يدل على كثرة وروده أما كأخفش إثبات كروه دل نقل سر الزهرة بل إنه تمسك ببعض شواهد شواهد صحد عنده بل أو تمسك ببعض الشواهد كروه كبلاء وصحيح هو فهو لا ينكر ندرته يعني أوجم ينكر ندرته جينية قالوا وزعم الزجاج أن الضرب المصبغة لمجزوء الرملي موقوف على السماع أمر دبراء وشاوته الزجاج بيوايا كضرب مصبغ بو مجزوء الرمل رمل سيدانا فاعلاتنا أقر مجزوء كي لا يأبي بدودان فاعلاتنا دي أمر مثلا لما مجزوء كذا فاعلاتنا وسالم كيتي ولي أقر ألف كيزي بيري بيت فاعلاتان بيكون مستفعلان مثلا أو بتفاعلات أنا بيت مصبغ ترى الضرب مصبغ بو مجزوء الرمل وقف لسر سماع يعني ما قبي سلاب يعني تو حقدني لسر أساس الشعر بيجي وأن الذي ورد منه قول شاعر وإيش كلياته أم قول يوم شاعر قبي باشا لان حتى لو مشى الذر رو عليه كاد يدميه أو نرمى تناند أجر أميل ولا سورة وردكني أوش بسريا بروا لو أنا إخوان أليك إخواني لي بيري ولي بخوا منا قاتا باي أسبا كي مولويش قالي رخصار جو أختي مسقل مضو ليش وشنوي باريس خيال مبو ريش جاي سيلا قالي نرمة كاني نرمة هتا أو كاتيك أو ذر رسولة أو ذر شي سمي له رسولة كبيا شتيكي وكو أوا بسريا بروا لو أنا أوا بسريا بروا إخوان أليك ولي مولوي أري أم زور سيرا بوشونك زور عجائب راويارني راويار كسي أشي بو راويشتي غريكيتي مثلا أسكيك بقري أبي كوجي راويكا باشا زور احتياتك على ويكا أو شن أو نتشيرا زور فرزك أم هاب دوايو كأو بينا زاني بجوري كيوا جولا لخوي أبري حالبي بلام وقتی کبچت پاریزی هر آوان اختی بجوله تو جموجوله به هوا که هر اکا که او هوا برولای نچی رکه بره گوله گیایشتی بلره نیتو حالوی ها یعنی هوا که او که برشنکی پالی پیوه اینی لو پاریزی ها راویر زور من خون راویم نکرو راویر زور بیستو لناو حشاره حشاره دانی چیه؟ وقت يجنيه كسيج أشون بوراو كل الشوارع نيمة شهرة ثانية أشون بودش كبيرنا كل إيش هالشهر هيا أشن أعواب دائري وك كلك ديوار بردك هلا شني دائري أشون أو بردو بيا بويشن حشر أو حربي لو لا شو أعوا مثلا بهربو جوره حشر كيش كولان دروس أكل كوكانا ناوي بيا نو كل كما كان ناكل داويان بدولة لي أداو داوانيانا تشقان بو خوالا أم أي خوان أم كواليرا كما كان يتلواني كالدروبون هي هردية كان دنغي أو كويانا بيه هل يانو كتاسالي حالبي وقت يكا أم دستيكر بقاس بقاس بو خوان دنو أوانا أواني شهاتن خوانا دا بملك لكا نشان ذاني كما كان يكوا أكوتنا خلوبة تكبرو في زوبوي أقرانو بدولة ونجا أبو بتشيركا تشيركو مثلا هراو بس بيزور سيري خوشي هي خلي أنا خوالي أبون بداوكو واسه بلا حالي بو جوريا جا أم راويارة شي أم حشارة يكيق للسنة كان راويارة كان أو أبو كنيل أو كو داو دوز ببي يعني واي ليه بي داو بدوزيتو يا داهول ببي أو كبرن داهول ببي يعني نزاني كأما فيالي ليك راو تشون ببي أها تسر حشاري أو حشارك راوشي كا خويتي أملاس داو توقعين بتاكلو أم راوشي أوا بالي دا بردكو خوي وق بردك لي أكنا جوا كوكا أهات لسر سري أنيشتو ببشتي عشو أخوانو ببشتي هل أقراو أم كواني يزاني أم كابرا بنيام وبردمي عالبي أوا جا أم جار أمنية كأشتا باريز مزوم شاركي مولوية باوا بزاني
أشيت باريزوا بو أوي جالكي بين تشيريك بكوجو أمانة حتما هيجنا بين لاري نوايا غير أبي بالك بهواك وأني كا لاري لاري دروس كالنا وفزا كلاو بري جياشتي بلاري تو أمانة بلام خيال خوب خيال أجر شيت باريز باشا شتيكي وانيا جسمي قواريكي بي جاب لاري نيتوا جا مولوي الله اگر خيال شو باريزي رومتي باشا بشنيك يعني باو تكان خواردني هوا كلو خيالو كلا باريزايا ابو زخماروي اوه ناسك حالوي وشنو رخصارش وقتي مسقل مواليش وقتي كمسقل كي لي الا مسقل او وسيلي اوه كرومتو امانة شفاف رونيا كاتوا جوانيا كاو اوانا سبيو صوليا كا حالبي وسيلي ارايش وقتي كا اوي بياتيري با رومتو شتيا رخصار جو وقتي مسقل موليج او نجوانا او نناس كويتو وشنوي باريز خيال مبوريش حالبي بو شني كلتا كان خواردني لحال باريزا اللي هي خيال ودروسه ابو وريشه بي ريش يعني زخمار جابين أم خياسك لقل أم شارع عربية لان حتى لو مشى الذر أم شاكا بلا أمل شو أولك رو عليه كاد يدميه آخر شاركي نالي هيا أري دخيل بم نخيلي يا رتابي باشا وها نازم شي سين نرمو دلراق شاهد مشاركة بتوعي اللي برمي بيخونه بجوان هي من أجرته عليه بشعرك عربي ود واختك ودي إيوة أوهمو خرماو رتبو أمانتانا هي قد تنزاني وآوى كلكيليا والجرين باشا آخر رتب أو تأخذ ما كذا درو نرمة بلام دلك أي كلام كي الرق ليوا أمي جارك أي خوالي أكا عليه دخيل نخيل يا رتابي مثلا يسم اللي هنا كي مثل عكيت الله آوا سينا ونرمى ودل الرقاء وخوار رمي خرمابي من اللي يمتيك شوار حالوي آوا هو شعري ناضية والذي نلاحظه في الكامل قلة ورود أمثلة العروض التامة الصحيحة مع الضرب الأحز واشتباهه مع الضرب الأحز المضمر الذي تصير فيه متفاعل إلى متفاع بسكون التاء باشا وتحول إلى فعل مثل قول حطية أو أي كلمة ملاحظة كان لكاملة كامل زورها وبرام يعني منظور زورها أو نبوتي زور بشارة كان لطويل وبسيط وكامل دين برام بشك لكامل إيش كما أو إيش كامية مثلا أو مثالاني كبو مثالها قال يبين كعروزكي تامة بيو صحيحة بيو متفاعلون بيو ولي لولا هو تشي بيو ضربكي أحزم المر بي باشا يعني فعلوني ما بيتو أحزم المر وكو قول حطيئة قال شهد الحطيئة يوم يلقى ربه إن الوليد أحق بالعذر يعني حطيئة شهدي داوة شاهدي أداء الرجاء كملاقاتي خواي خوي أكا كوليد يتنازع منزولي كام وليدة أو شايستة تربع عزل هنا نوايا يعني كاركي مسكر بما عزولة يعني أسا شهيدة بل شهيدة الحطي متفاعل باشا أتو يوم يل باشا أتو يو أتو يو ما يل دوبارة متفاعل قاربه قاربه مستفعل أما قيمة المضمرة باشا وقيناك ولأوتي مثال عروضي تامي صحيحة عروزك تامة چونك مجزونية ديارة ولي صحيحانية ولي إغماري تاكراوة إن الولي مستفعل دا أحق بالمتفاعل عذري فعل أو درست ولعل قلته جاءت لنقص الضرب عن العروض يعني قلته بويا كان كما لبر أو شنك أوان كشعر يجن وان بيجوانك ضربك لعروزك كم نيني
بلام ليرة شون كعروزك اللي ضربك ضربك اللي عروزك كم ديني لبرو كم يانوتوا والأولى في أواخر الكلام ولا في أواخر الكلام وبي أن يكون أمد من أوائله وأولاش لآخر كلامه أويا كأواخر كلامك أمد يعني دري يشتر به لأوائله. مثلا تو شعرك يجي لمسرع أولك أول كلامك يا مسرع وعروزك يا وبدي كلامك ده ولأواخر كلامك ده ويوالر بكيت يا تو لولا وعروزك تامية باشا وآهنا بدء كلامك دريجة دي لم لاو آخرك كله لحالك وأحسن شاكا آخرك دريجة آوتن أو لاو آخرك دريجة بتاع أولاك الوانيا دي أوانية لبروية كمان ألا ترى الترفيل والتذييل والتسبيخ كشي زيانة وانا جاءت في الأضربي قشتي وانا لا أضربها هاتو ولم تأتي في الأعاريلي أو أنا هيك لعروزة ناتو كما نلاحظ في بحر الخفيف هلوغ من البحر الخفيف أن العروضة التامة الصحيحة مع ضربها المحذوف قليلة جدا مثلا عروزك كعروز هو ملا عثمان ملاحظة إن البحر خفيفة كأن العروضة التامة الصحيحة مع ضربها المحذوف قليلة جدا يعني أجر عروس تام ب عروس كيف فاعلاتنا وصحيح ب لقد ضربك كمحذوفة ضرب محذوفة كي أبيت فاعل زور كما بوشي للسبب المتقدم لبرويك أو لاوايا أواخر كلام أمد من أوائله بي لأن العروة تكون فاعلات أو كاتة والضرب فاعلنا ومثاله عين بكانا بارية أبا الحارث لا تدخري على زمعة بارية عين بكي بالمبسملات بالمبسملات يا بالمبسملات ها نعم بالمسبلات بالمسبلات أبا الحارث لا تدخري على زمعة برد شاوي كسيك بكية يعني زور دقري بشي أقري بالمسبلات نزم مسبلات اقرب موقوفات واشتواء بلين ولديارة شن موردي شعر كمان اقاليني لنزل معناه ناتوان تأكيد كم لسر معناه كي مرة اي ابا الحارث يا اما اوابع عين بكى بالمبسملات ابا الحارث وليشن عينك هنا نابي اقر عين بكى عين بكت هنا بلا لا تدخرين زخيرة مخا بسر زمعها أوش مربوط ما شاك دو أي بلان با يمشي عليك تقطيع كين باشا عين آخر عين بكية هر دوبارة عين بكي أي نب نابوا بوشي نابي لبروي بله خب ركنية كما شاتش بفاعلات بواية دي فاعلاتنا كما عي وسب خفيفة كي بله أجر عينون يشبه أي كاتا مستفعلون بازم أو جنية هو قد مر البيت وهو شعري جزراوة لو برا ولا تمرينها جزراوة. بابا ما باب مشرع دوم أول يكين رثي لا تد فعلات دخيري لا تد
بلد واي اگر مثلا لفاعلاتنا كلي بو نوري مفاعلنا يعني نوري مستفعلنا ولا شعر نوعي خوينا وقي باجني انا تقطيع كي ناي باشا مثلا اگر بلاي هذه بزانة شو اللي ثانية جاي قيم بدو زرو مبسل يعني بلي لا كاشو قلي مبسل بلي مبسل يعني بلي لا كاشو مبسل نعم مسبلات أم مسبلات هذه بزاقو لا دوزيتو ان شاء الله لهي انترنتا